أهلا بكل مشاهدينا الكرام. الأستاذة منال اللي زوجها كان على شراكة مع إنسان آخر في الكويت وبيقول سوري الأصل، وبعدين توفي الزوج، وبعد ما توفي قال لها إن المبلغ اللي كان بيدفعه كل شهر ليه أثناء مرضه إن هو عايز إنه ده دين، هي كانت تعلم إن ده دين. بعد كده بعد الوفاة هو أسقط حقه في هذا الدين، وبعدين رجع تاني يطلب بيه، وبعد كده رجع قال لها لا ده لسه في دين تاني 2010. السؤالين، اول سؤال خاص هل له بعد اسقاط حق انه ياخد الفلوس دي تاني، والسؤال الثاني لما اسدد لو حبيت اسدد يكون بنفس العمله ولا ايه؟ الاصل في التحقق من الحقوق. النهارده واحد بيدعي يقول ده انا فلان ده كان في سنه 2010 خد مني فلوس، طب أنا هعرف منين؟ الأصل في التحقق من الأمر البينة اللي هو الشيء المكتوب اللي بيقول إن فلان ده خد من فلان ده الفلوس دي. يبقى الأصل في التحقق من الحقوق إن الحاجة تبقى مكتوب عشان نتأكد. ولو كان الأمر زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، وإحنا طبعا بنسمع من طرف واحد، إذا كان الأمر زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي فهو أسقط حقه وليس له، وليس هناك يعني له أي شيء، لأنه أسقط حقه. يعني إيه أسقط حقه؟ يعني أنا ليه حق عند فلان فأنا بروح لفلان ده بديله الحق بتاعه، أو هو بي بي يعني بيسقط حقه فيه، يقول لا خلاص أنا مش عايزه، فلما يجي النهاردة يسقط حقه وبعدين يرجع تاني والإنسان بقى يتصرف في الحاجة اللي معاه، وبعدين يرجع يقول له لا ده انا عايز الفلوس اللي انا قلت لك انا مش عايزها، لا هو خلاص كده ليس له المعاوده والمطالبه باعاده هذا المال مره تانية. طيب لو حضرتك حابه انك ترجعي اي شيء، وده يعني انت عايز تعمليه من باب التفضل بذلك، الرد هيكون بقيمته وقت ما تم السلف. شوفي بقى من الوقت اللي حصل ان الزوج او كان بيبعت لكم الفلوس دي، يبقى الرد هيكون بقيمته وقت الاستلاف ما دام يعني صاحب الدين لم يشترط شيئا على حضراتكم.